فيمينيست، فيمينيزم أو النسوية. اليوم سأعرفكم على الوجه الأسود والآخر للنسوية أو الفيمينيزم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معنا حلقة جديدة والذي سوف نرد فيها مجددا على قناة مساحة وعلى يوسف أعبو بالتحديد، عندما قام بتحميل فيديو جديد عن النسوية وقام بمهاجمة هذه الحركة. سوف نرى إن كان كلامه منطقي ومدعوم بالأدلة أو لا، فدعنا نخوض هذه المغامرة. ولكن قبل ذلك، إذ كان يعجبكم محتوى القناة ومحتوى الفيديو بشكل عام، فيرجى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد، وحتى تكونوا على متابعة معنا وتواصل. أترككم الآن في فيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.